يعني كايروكي هم من الفرق الاندبندنت او الاندر جراوند، ابتدوا تقريبا في 2003، بقالهم اكتر من 20 سنه على الساحه ومحققين نجاحات كبيره جدا. اغانيهم محققه نجاحات كبيره جدا من اول ما ابتدوا. يمكن كان الوقت اللي كان محتاج فيه الذوق المصري ان هو ياخد النفحة من الباندز اللي بيقدموا مزيكا مختلفة، سواء كانت الروك، لان هم ابتدوا كانوا روك باند في الاول، بعد كده غيروا من المزيكا او نوع المزيكا اللي بيقدموها. عايزة اقول لكم يعني المزيكا بتاعتهم طول الوقت بتتطور وطول الوقت فيها حاجة مختلفة. ورا نجاح كايروكي أكيد كان ناس كتيرة بتعمل شغل تاني غير المزيكا الحلوة اللي هما بيقدموها. أكيد كان في توزيع موسيقي، أكيد كان في كلمات، أكيد كان في يعني خليني أقول ناس كتيرة بتشتغل ورا النجاح الكبير ده. هنبتدي مع الموزع الموسيقي ساري هاني، واللي هو كان ليه دور كبير قوي ووزع يمكن أغاني كتيرة لكايروكي. هو معنا دلوقتي عبر الهاتف. مساء الخير عليك يا ساري. مساء النور. مساء النور. ساري، أنت عامة مختلف في نوع الموسيقى اللي أنت بتقدمها واشتغلت كتير مع كايروكي. حابة أعرف منك يعني التعاون ده بدايته كانت عاملة إزاي؟ مين عرفكوا على بعض؟ وبعد كده كمان رؤيتك ليهم كباند بقت عاملة إزاي؟ والله القصة احنا اتعرفنا على بعض، احنا اصدقاء من زمان جدا. يعني من زمان قوي احنا اصحاب، لان انا كان عندي فرقة وكنت بلعب وكايروكي كانوا بيلعبوا وكنا بنتقابل في نفس الايفنتس، فاحنا اصحاب من الاول، فما حدش عرفنا على بعض. اوكي. ودوري والله كان دور صديق بيلعب مزيكا ويلا نعمل تراك مع بعض. الموضوع كان بهذه البساطة الصراحة. يعني انا ماليش فضل على كايروكي، هم كايروكي يعني عملوا نفسهم بنفسهم. انا جيت في توزيعات مختلفه، جيت في البومات اشتغلنا مع بعض، والقصه بتبقى عباره عن اصحاب بيعملوا نفس الشيء بس. يعني انا عارفه انه مش بنقول فضل، لكن خليني اقول انه اي نجاح بيبقى وراه ناس كتير. ممكن الباند نفسه، يعني هما باند كبير من 5 أشخاص، اكيد كل واحد فيهم ليه دور. كمان التعاونات اللي بيعملوها. احنا حابين نعرف منك بقى كموزع موسيقي، ايه نوع المزيكا الغالبة على التراكات او على مزيكة كايروكي بشكل عام؟ والله زي ما قلتي في الانترودكشن بتاعك، ان هما الحلو في كايروكي ان هما كل البوم هتلاقيه مختلف تماما عن اللي قبله، وكل واحد بيناقش قضايا مختلفة تماما. وده اللي انا بحبه جدا في الباند، فبيبقى عندي مساحة ان انا لو انا هنشتغل مع بعض على التراك بيبقى عندي مساحة ان انا اروح في مناطق جديده في المزيكا، ودي بتبقى فرصه حلوه قوي. يعني ده الشغل مع بعض بيبقى دايما في فن بيحصل في الموضوع. فاكر اول تراك وزعته ليهم؟ لا مستحيل افتكر. بجد؟ بس فاكر اللي قريبين لقلبي قوي. طب ممكن تقولهم لنا؟ بحب قوي ما عاد صغيرا. وبحب جدا روما في اخر البوم خالص، الاغنيه روما نفسها. ودي كانت اخر اغنيه وزعتها ليهم روما؟ اشتغلت بعد كده بس كان مع امير في مسلسل ليبو، عملنا اغنيه مع بعض برضه اسمها لو كان. بس اخر حاجه خالص كانت هي روما السنه اللي فاتت. مظبوط. ايه رايك في فكره ان هم بيحبوا يقدموا يمكن ناس معاهم على المسرح مواهب جديده؟ ولو هنتكلم على المره دي هم عايزين او هيقدموا تو ليت، ايه رايك في الموضوع ده؟ لا فكره هايله، ودي بتحصل بره طول الوقت، انه بيبقى لازم دايما تبقى مركزه مين ارتست بيطلع جديد ونحبه يكون موجود. وهو الصراحه تو ليت شاطر قوي وعامل مزيكا ستايله خالص، وشايف انها حاجه لذيذه جدا. اشتغلت معاه؟ لا ما اشتغلتناش مع بعض. لا محدش قالك هو مين تقول لي؟ لا لا ولا اعرف، مش هقول. انا في فكرته اللي هو عاملها دي عجباني جدا، يعني ان هو يطلع بماسك كده فكره جامده جدا. محدش عايز يقع ويقول لنا ابدا هو مين، مفيش ابدا. لا يبقى مشهور وفي نفس الوقت مش مشهور، فينزل الشارع براحته. يعني دي حاجه حلوه قوي. ذا بيست اوف بوث ووردز زي ما بيقولوا يعني. بالظبط. ذكي جدا. في جديد يمكن تعاون ما بينك وبين كايروكي في الفتره الجايه؟ ان شاء الله هيبقى في حاجات ان شاء الله. امتى؟ لا مش عارف لسه، يعني لسه مفيش اي مواعيد محدده.
بس انا حاليا مثلا شغال مع هواري، شريف هواري، على البومه هو، وشغالين مع بعض. ان شاء الله الالبوم هيبقى حلو قوي، ان هيعجبكم شاء ان شاء الله. الله. اكيد هتحضر بكره الحفله؟ ان شاء الله هحاول اطلع احضرها. ان شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي، وان شاء الله بكره يكسروا الدنيا ونسمع اغاني حلوه ونسمع روما. ميرسي، يلا بينا. ميرسي ميرسي ليك جدا. هاني ساري هاني، انا اسف، الموزع الموسيقي.